الأصل أن المسلم إذا لقي المسلم يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل السلام 30 درجة. مسلم كان السلام هاي كان السلام نو درجة. تحية أهل الإسلام هي السلام. كاسمعكم ربك إسلام سلام. إذن عندما ألقى المسلم لابد قبل الكلام أن أسلم عليه السلام عليكم أقل شيء. نفترض يوم تشوف مسلم منفتح دام سندي تجمع تروح على السلام يعني الآن ما يفتتح به البعض عندكم مثلا عندما يلقى مثلا يقول له صباح الخير أو كذا من الكلام المعروف عندكم، هذا أكبر خطأ، هذا مخالف للشرع. عندما تلقى أخاك أول شيء تبدأ به السلام عليكم. نعم. يمكن نبي رجيم توكي نبي كاسة فاير تري رجيم فاير سمداي نبي رجيم توك سواكم نين كل يوم يجي ها أرون سوس داي رو سايون سوس داي من تاني كي تيرن خام بو جب توي بي سلام جام بان أواي دا كرم تراو نبي سلام جام بان توي يب تراو أو سلام أو كي. نعم. كذلك المصافحة، الرجال يصافح الرجال والنساء يسلم على النساء. يحرم على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. تسلم عندما تدخل وتسلم عندما تخرج. تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. إذا دخل إنسان ولم يسلم عليك تعلم وتقول لابد من إفشاء السلام، إلقاء السلام قبل الكلام. إفشاء السلام، طرأت حول السلام. يسلم الصغير على الكبير. نحوي تطرأ حول السلام فنحوي نحجة. ويسلم الراكب على الماشي. هاي نحدل كيف تطرأ حول السلام فنحدل كوي. من أسباب المحبة التي تكون بين المسلمين إفشاء السلام. ملهات دانون حول الإسلام من الإسلام السلام نير تطرأ حول السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. صلي الله سبحانه وتعالى أن يرحمني وأن يجعلني من الصالحين فيه. نعم.